السلام عليكم. إذا عندك خدمة مثلا في السوفلي وباغي ما يهرب لك شي الباراليزم بعد ما تفتح الروتيلة هذه تاع الكليمير، أنا فتحتها ديجا، فتحتها من قبل الفيديو هذا باش نوضح برك. تفتحها كيما هكا، بعد ما تفتحها تقيس الاسباس هذا ما بين هنا ما بين الكرو والبار كيما هكا، بسلك هكا كيما هكا، وتقضي امورك. تفتح الكرو هذه مثلا، تريقل امورك، تبدل السفلية وتخدم وش حاب تخدم، وترجع كيما كان كيما هكا. كيما هكا راهي مريقلة. الخدمة هذي تصلح إذا باش تسوفلي، باش تعاود السوفلي مقطعة، ولا باش تقير الكليمير، أما باش تعاود برا كليمير، ولا باش تعاود الريتيلا تولي فيها قياسات أخرى. هذه هي. السلام عليكم.